بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهاردة هنبدأ في جزء كده برضو من الأسئلة اللي ممكن تكون في سباهي، اللي هي عن حقوق المريض ومسؤولياته، ودي أعتقد إنها دلوقتي يعني موجودة في كل مكان في المستشفى، موجودة الورقة اللي بتوضح حقوق المريض ومسؤولياته. ازاي بيتم اعلام المريض بحقوقه وايه اللي هي الحقوق دي؟ يعني هنبدأ دلوقتي بالحقوق وبعدين بعد كده نشوف المسؤوليات. طب المريض هيدخل المستشفى هيعرف ازاي ان ليه حقوق؟ ده بيعرفها من اول، المفروض من اول ما بيخش المستشفى، يعني من اول في كل مكان يتعامل مع المستشفى، يتعامل في المستشفى فيه بيتم اعلامه بالحقوق، او اذا كان بيتم وضع شيء مكتوب بيقدر يقراه ويعرف الحقوق بتاعته ايه، سواء كان في الكاشير، سواء كان في العيادة الخارجية، سواء كان في القسم الداخلي، سواء كان في الملصقات اللي على الحائط، سواء كان عن طريق الموظفين بتوع شؤون المرضى. وادي زي ما احنا شايفين كده، يعني ممكن من خلال عند الكاشير في كراسات فيها، في العيادات الخارجية، في غرف المرضى، كل ده موجود، البوليتنز اللي موجودة على الحائط، عن طريق الموظفين في المستشفى، كل ده ممكن المريض يعرف حقوقه ايه. طيب لما نيجي نتطرق الى الحقوق دي، يعني ايه هي الحقوق اللي المفروض دي تكون حقوق المريض من اول ما بيبدأ يدخل المستشفى؟ المفروض ان دي هوسبيتال بتقدم البيست سيرفيس in a safe environment، المفروض ده كده. اول حاجة عند الكاشير، عند الكاشير ليه حقين اساسية، من حقه ان هو يطلب دكتور معين، من حقه يعرف اسم الدكتور وتخصصه، واذا كان هو استشاري ولا اخصائي، يعني ما ينفعش يكون جاي على استشاري ويتحول على اخصائي، يفاجئ ان هو الورقة مقطوعة له على اخصائي وهو ما يعرفش أخصائي، وهو طالب استشاري أو جاي المستشفى على أساس إن هو يستشير استشاري، دي بتفرق مع المريض. من حقه إنه يعرف اسم الدكتور ويطلب دكتور معين، يعني لا يجوز إن هو يطلب دكتور ويتحول على دكتور تاني، فدي أول حقين مكفولين لي من الكاشير، ده أول حقين. طيب ساب الكاشير خلاص، ساب الكاشير خلاص وراح للعيادة الخارجية، في العيادة الخارجية لازم لابد من حقوقه ان يعرف الحالة بتاعته ايه وتشخيصها ايه والعلاج ايه وتمن العلاج ايه، دي اول حاجة. لازم المسؤولية التانية للدكتور او الحق التاني للمريض ان هو يخفف ألمه. واحد جايلك بكوليك، ما ينفعش انك تعالجه وتسيبه يمشي، لازم تكتب له الإبرة اللي بتريح الكوليك، يعني تخليه يمشي من عندك مرتاح، تحوله على الإي آر وبفورمة معينة، وتكتب الإبرة المعينة اللي تخفف الألم بتاعه، يعني من حقه إنك تخفف ألمه. وبعدين من حقه إن كل معلوماته تكون strict confidential، من حقه إن كل قراراته وعاداته وتقاليده وفكره يكون محترم وريسبكتد، واذا كان هذا الفكر خاطئ برضه يعلم بطريقه يعني ما يكونش فيها تجريح او اهانه. يعني يجي لك مثلا يقول لك والله يا دكتور، تقول له انا تشخيصي ايه؟ والله عندك قولون. والله ما اعتقد يا دكتور ان عندي قولون، وقراره كده، حاول تدخل له بالراحه على اساس انك انت تقنعه ان عنده قولين، لكن ما تقولوش انش عرفك وانت دكتور، يعني ما ينفعش الكلام ده، لكن لابد ان يحترم قراره، يحترم التقاليد. يعني تيجي واحدة والله يا دكتور انا يعني مش عايزة اكشف، ممكن تكشف عليه بالهدوم، ماشي، يعني ممكن جدا، لان ده بيحترم العادات والتقاليد بتاعتها والبليفز والريليشن، الريليجيس بليفز لابد انها تكون محترمة جدا.
يبقى بنلخص الكلام ده في الكلام الصورة دي اللي هي في العيادة. الدكتور اهو، دكتور مسؤوليته يخفف الوجع، لو كان في وجع طارئ، لو كان هو جاي لك ان بين، لازم تخفف البين بتاعه. وبعدين من حقه ان يعرف، ابي اعرف ايش عندي يا دكتور وممكن اتعالج هنا ولا تحولني. من حقه يتحول، لو انت يعني ما عندكش الفاسيليتي انك انت تعالجه، من حقك انك انت، او من حقه انك انت تحوله الى مكان تاني. كم تكاليف الفحوصات والعلاج؟ لازم يعرفها. من فين اخد الوصفة؟ لازم تشرح له. ومتى اراجع؟ لازم تحدد له موعد المراجعة. معلوماته كلها سرية، لابد من احترام العادات والتقاليد. لازم تعلمه باللي عنده، وتعلم اهله كمان لو كان هو كبير في السن مش مدرك، لازم تعلم اهله. دي الحقوق اللي موجودة داخل العيادة الخارجية. يبقى حقوقه هناك عند الكاشير عرفناها حاجتين: يعرف اسم الدكتور ويختار الدكتور بتاعه، ويختار التخصص اللي هو عايزه. في العيادة الخارجية لازم طبعا يبقى pain free، يعني من حقه يبقى pain free، ويعرف الدياجنوزس ويعرف العلاج ويعرف تكلفة العلاج، وممكن يتحول لو ما تعرفش تعالجه، أو لو العلاج عند في مكان تاني أصلح، ويحترم عاداته وتقاليده وتعلمه بتفاصيل المرض اللي عنده. دلوقتي ده كان في الكاشير وفي العيادة الخارجية. من حقه ان هو يرفض العلاج، من حقه ان يرفض التوقيع على اي شيء مش فاهمه، من حقه ان هو ياخد تقرير بحالته. يعني لو كان رافض العلاج عندك، ياخد تقرير ويتعالج بره، بس تديله تقرير. من حقه ان ياخد فواتير، ما ينفعش يدفع حاجة من غير فواتير، دي طبعا استحالة، لابد ياخد الفواتير بالعلاج وبالفحوصات. من حقه ان يفهم الاسعار دي اللي دفعها، الفلوس اللي دفعها ليه. يعني ممكن في الفاتورة يفصص: انا عملت تحليل كذا وكذا وكذا، التحليل ده بكذا وده بكذا وده بكذا. لابد ان هو لو طلب ان هو يعرف الكلام ده يعرف. ادي راجل اهو متنرفز: ما اوقع على استمارة الموافقة على العلاج والفحوصات لاني مش مقتنع. ما ابغى علاج. اذا رفض العلاج يلزم يوقع ان هو رفض العلاج. ممكن فاتورة توضيحية بكل اللي دفعه، ممكن يبغى تقرير عن حالته، ماشي. يعني استمارة الموافقة على العلاج والفحوصات مش مقتنع عليها، او اي حاجة تانية، اي استمارة تانية يوقع عليها ومش فاهم ايه اللي بيوقع عليه، من حقه ما يوقعش. ده كده بالنسبة للعيادة الخارجية. طيب قسم الداخلي، من حقه في القسم الداخلي ان هو يخرج داما، يعني يبقى discharged against medical advice، يخرج داما. ابغى اخرج يا دكتور رغم انك نصحتني، جزاك الله خير، ابغى نسخة من كل العلاج والفحوصات. لازم من حقه ياخد كوبي من كل التريتمنت والانفستيجيشنز اللي عملها، وممكن ياخد ريبورت عن الحالة بتاعته. ومن حقه ان هو ياخد الديسشارج بلان، ومن حقه انه يخلي لو هو مش قادر يوقع يخلي حد نيابة عنه يوقع. ده في القسم الداخلي. عرفنا حقوق المريض من اول الكاشير، الحقين اللي قلناهم. في العيادة الخارجية ايه؟ في القسم الداخلي ايه؟ ده بالنسبة لحقوق المريض. مسؤوليات المريض، زي ما له حقوق لعليه مسؤوليات. مسؤوليات المريض دي مهمة برضو، يعني مثلا برضو ناخدها واحدة واحدة من اول ما بيخش المستشفى. من حق من حق من 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 مسؤولية المريض، او من حق المستشفى ومن مسؤولية المريض، ان هو يعني يبقى ملتزم بالبوليسيز بتاعة المستشفى والبوليسيز بتاعة الـ MOH، بوليسيز الشؤون الصحية وبوليسيز المستشفى، يلتزم بيها. برضو الالتزام بعدم التدخين في المستشفيات. وبعدين من مسؤوليته انه يدي بياناته بصورة صحيحة، ما يديش رقم تليفون مزور، ما يديش اسم مزور، ما يجيبش واحد يوقع بداله،
يوقع على مستندات الدخول، لازم لو في ادميشن لازم يوقع على مستندات الدخول ويوقع على استمارات الموافقه على الخدمات الطبيه، استماره الموافقه على العلاج، استماره الموافقه على الانفستيجيشنز، استماره الموافقه على السبيشال انفستيجيشنز، كل ده لابد يوقع عليه، ومن حق المستشفى ان هو يوقع عليه، من حق المستشفى انه يلتزم بالام او اتش والهوسبيتال بوليسز، من حق المستشفى ما يدخنش فيها، من حق المستشفى يقول بياناته بصوره صحيحه، يوقع على مستندات الدخول واستمارات الموافقه على الفحوصات الطبيه والاجراءات الطبيه. ده كده مسؤوليه. وبعدين لما يجي خارج بقى وماشي، ده في الدخول بقى، من الخروج من مسؤولياته ان هو يدفع الفواتير العلاجيه والفندقيه، ما ينفعش يهرب، لازم ملتزم بالدفع، ومن حق المستشفى الدفع، من حق المستشفى ومن مسؤولية المريض التوقيع على مستندات الخروج رغم نصح الطبيب. طيب برضو من مسؤوليات المريض ومن حق المستشفى انه ما يتسببش في ازعاج للطاقم الطبي. يعني ما يجيش يعمل دوشة في العيادة الخارجية، ليه ده يدخل قدام ده وده مش عارف ايه، مش فاهم نظام الكمبيوتر ازاي، ما يعملش دوشة ويوقف شغل العيادة عشان ما يعرفش حاجة اسمها كمبيوتر وما يعرفش حاجة اسمها نظام العيادة ايه، ويروح عامل دوشة ويقلب الدنيا ويجيب الامن ونجيب الامن وغيره ويعطل لنا الشغل. يبقى التسبب في ازعاج الطاقم الطبي من حق المستشفى انه ما يكونش موجود. عدم التسبب في ازعاج الطاقم الطبي او المرضى، المحافظه على ممتلكات المستشفى. يعني مش حاجه تحصل يروح مكسر. بيحصل مريض مثلا بيموت في عمليه في غيره، تلاقي اهله بيبداوا يكسروا في ممتلكات المستشفى. ده مش من حق المريض، لا، من مسؤوليته الحفاظ عليها. وبعدين من حق المستشفى ومن مسؤوليه المريض الالتزام بمتابعه وتنفيذ الخطه العلاجيه. وبكده يبقى وصلنا إلى نهاية الحقوق والمسؤوليات للمريض.